هذا وقد أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح باتصال هاتفي في اليوم المفتوح الذي بثه تلفزيون البحرين، أشاد بمبادرة فينا خير، مؤكدا أن شعب البحرين يعبر من خلال هذه المبادرة عن ولائه لقيادته وانتمائه لوطنه. هذا هو شعب البحرين، شعب البحرين ويكتشف معدنا في هذه الظروف، ولذلك اليوم اللي نراه فعلا يعبر عن حقيقة هذا الشعب في تضامنه مع قيادته، في حبه لقيادته، في حبه إلى بلده، في تضامنه في مواجهة الأزمات، في قبوله للتحديات. ومثل ما يقول سمو ولي العهد، نحن عشاق التحدي ونحول هذه التحديات إن شاء الله إلى فرص. ومثل ما يقول جلالة الملك، إن شاء الله ستكون أيامنا القادمة أجمل وأجمل. إحنا يعني مرينا في أزمات، وهذه شيء طبيعي في حياة البشر، ولكن المهم أن نواجهها بثقة عالية، أن نواجهها بإيمان عميق، أن نواجهها بتعاون وتكاثف ما بين الجميع، وإن شاء الله النصر حليفنا في البحرين.